احنا عايزين نخلي الكلام الكبير بسيط النهارده عشان الناس بتتوه في الشبكيه جامد جدا، ويا عيني بتمشي في ما سكه هو ده بقى علاج اللي انا قلته، انا عايزه مش اصحح فاهماها. كل الغلط. التعريف القديم للشبكيه اللي الناس كانت بتبسطه للعيان بيها ان ده فيلم الكاميرا، يعني لو عندك كاميرا بتصور بيها زي بتاعه زمان، ده الفيلم اللي في الكاميرا، في كل ما كان الفيلم جودته عاليه كل ما كانت الصوره بتطلع جوده اعلى. واضحه اكتر. هو ده تقريب للموضوع، ولكن عايزين نقول للناس حاجات مهمه جدا. اولا العين دي كوره، العين شكلها كوره او شكلها بيضاوي يعني، اوكي، ومن جوه فاضيه تماما، العين فاضيه مليانه بحاجه اسمها الجسم الزجاجي. ده جسم زي الجيلي، نفس قوام الجيلي وشفاف فسموه زجاجي. اوكي، الجسم الزجاجي ده هو اللي بيملى العين وبيديها الشكل، شكل البيضاوي او الكوره. العين من جوه متبطنه، البطانه بتاعتها زي ورق الحائط كده الشبكيه. اوكي، يعني طبطينه العين كلها كل الورق الحائط اللي هي جوه دي شبكيه. الشبكيه. اوكي، فالعين اللي هي الكاميرا دي بتلقط الصوره على ايه؟ بتخش على الشبكيه، سواء كان بقى اطراف الشبكيه او مركز الشبكيه. فده التعريف الواضح للشبكيه. يعني زي ما نقول كده الشبكيه هي اساس العين مثلا؟ هي دي اللي بتلقط الصوره، وهي دي اللي بتدي نقاء للصوره، وبتدي تفاصيل الوان، وبتدي ملامح وشوش، وبتعرف درجات الالوان. كل خليه في كل الشبكيه حاجه، مسؤوله يعني عن وظيفه. كل حاجه زي كل حاجه. كل حاجه. الباقي كله بيخدم على الشبكيه، يعني حلوة. القرنيه بتوصل لها صوره، العدسه بتعمل فوكس. عايزين نقول حاجة مهمة جدا، إن العين عضو من الأعضاء اللي غني جدا، غني جدا بالمية، غني جدا بالشرايين. تمام؟ ما عدا حاجتين مهمين في العين. كويس؟ العدسة بتاعة العين. أوكي. والشبكية بتاعة العين. مفيش فيها مية. يعني الشبكية دي ربنا خلقها جافة. وعدسة العين ربنا خلقها بروتين. بروتين يعني زي زلال البيض ده كده، عارف حضرتك البيض ده الزلال بتاعها ده العدسة بتاعة العين. أوكي.